النهاردة استجابة لرغبات المتابعين كلامنا هيكون عن مشروع تربية 50 بطة بلدي بياضة، وازاي نقدر نكسب من مشروع زي ده. وطبعا علشان نستفيد من البط البياض ممكن نستفيد من جانبين، اول جانب بيع البيض جاهز للترقيد او ترقيده وبيع صغار بط جاهزة للمربي على طول. هنكلمكم عن المشروع وكل تفاصيله. كل ما عليك انك تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتشير الفيديو عند كل حبايبك، ومستنيين كل اسئلتكم وتعليقاتكم وهنجاوب عليها في الحال. ويلا بينا بقى على المهم. مبدئيا انت علشان تربي 50 بطة على سبيل المثال لازم تحسب انت محتاج كام ذكر فيهم وكام نتاية، وزي ما قلنا قبل كده وكلنا عارفين ان الذكر بيكفي نتايتين. يعني بحسبة بسيطة تقدر تعرف ان 50 بطة لازم يكون فيهم على الاقل 16 ذكر والباقي نطي، علشان كل ذكر ياخد نتايتين في المقابل. يعني 16 ذكر هياخدوا 32 نتاية، و32 و16 يعني 48، وبالتقريب كده 16 ذكر هيكفوا كل النطي الباقية لو عندك باقي 50 نطي. وبكده انت عرفت تقسم التقسيمه صح علشان تخلي البيض مخصب كله ويبقى عدد الذكور كافي لعدد النطي ومش كتير عليها كمان. اولا انت هتجيب البط على عمر يوم او على عمر شهرين زي ما انت عايز، بس كل عمر فيهم بياخد علف مختلف. اللي من عمر يوم بياخد علف 8 كيلو لحد عمر الشهرين، وده طبعا للبطة الواحدة، لكن احنا لو اشتريناها عمر شهرين هيكون احسن لينا، مش هنصرف علف، لان بعد عمر الشهرين بيكون البط متحصن عند صاحبه وممكن ياكل اي حاجة نقدمها له غير العلف. يعني ممكن نقدم له تشيشة، نقدم له عيش ناشف مدشوش، ممكن خضروات بأنواع المختلفة، وهنبعد عن تكاليف العلف. والبط البلدي معروف انه بياكل اي حاجة ومنتج انتاج كبير. والبط البلدي بيبيض على عمر 5 شهور، ولو بعنا البيض كبيض مخصب فهو هيكون غزير الانتاج، عنده غزارة في انتاج البيض، ولو عزنا نرقد هيطلع لنا كميات هائلة من البط. يعني كل انثى هتطلع على الاقل 15 بيضة، 15 بقى مضروبة في حوالي 34 بطة بيساوي 510 بطة صغيرة. وبكده المشروع هيكبر جدا، بدل ما كنا بنربي 50 هنربي حوالي 500 تقريبا. وكمان لو عايز البط يبيض تاني ويديك 500 تانيين وتبيع، عايز تبيع بط صغير بيع، عايز تربي البط وتبيعه لحوم ماشي، عايز تبيع البيض المبذر لوحده ماشي، اللي انت عايزه ممكن تعمله وتتربح منه. واحنا مش هنتكلم عن المصاريف لان كل بلد بتختلف عن التانية من حيث كل حاجة، سواء شراء البطة وهي صغيرة او كيلو العلف او المعدات. احنا بس بنتكلم عن فكرة المشروع وقد ايه هي ناجحة ومفيدة وممكن تجيب لك ارباح كتيرة، وازاي يكبر المشروع وباقل تكاليف. وزي ما قلنا اننا لو جبنا البط على عمر الشهرين مش هنحتاج للعلف، ودي اهم نقطة. اما لو جبناه على عمر يوم فهنصرف على الكتكوت الواحد حوالي 8 كيلو علف لحد ما يتم الشهرين، وده هيكون مكلف جدا. وبعد كده ممكن بقى نقدم له باقي انواع الاكل علشان نقلل تكاليف العلف. وعموما قلة العلف افيد للبط علشان ما يتصابش باي سموم او امراض. ده كان على السريع موضوع النهاردة. اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وخد لك لفة في القناة، هتلاقي فيديوهات كتيرة تخصك وتخص كل مربي الطيور. ونشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.